أن هتلر كان يحب الرسم كتير وكان يرسم وكان مقدم على كلية الفنون وكلية العمارة ولكنه ما كمل فيهم. الكاتب اللي رح نحكي عن كتاب اليوم بيحكي أنه كان أسهل على هتلر أنه يبلش الحرب العالمية الثانية من أنه يواجه لوحة عشان يرسمها. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رند. قبل نبلش الفيديو بدي أذكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. في مرات بيكون عندنا شغل بدنا نبلش نشتغل إشي ومنحس كل العواقب أو البلوكس زي ما بيحكي عنها الكاتب اللي رح نحكي عن كتابه اليوم، كلها بتواجهنا، نحس في كتير مطبات قبل ما أننا نبدأ هذا الإشي، أو بتيجي مشاعر بتحسسنا أنه إحنا أقل من أنه نقوم بهذا الشغل، زي ما صار مع هتلر. هتلر كان خايف أنه يبدأ بالرسم، خايف أنه يرسم، كان خايف أنه يكمل بهذا المجال. مرات بنلهي حالنا عن الأشياء اللي إحنا بدنا إياها بأشياء تانية ومنضيع وقتنا، وممكن تكون هاي الأشياء زي هتلر أشياء مجرمة وأشياء مدمرة. اليوم رح نحكي عن كتاب The War of Art للكاتب ستيفن بريسفيلد. الكاتب ستيفن بريسفيلد هو كاتب لكتب روائية متعددة، وهذا أحد الكتب القليلة الغير روائية اللي هو عنده إياها. كتب هذا الكتاب للفنانين وللمبدعين لأنه هو كفنان مبدع، ككاتب يعني بلاقي صعوبة بأنه مرات يقدر يشتغل، دائما في عقبات وفي مقاومة لما يبدأ يشتغل. الناس المبدعين زي الكاتب أو الرسام أو اللي بيعمل فيديو أو اللي بينتج شغلة معينة أو اللي بيعمل منحوتات معينة أو أي بني آدم ممكن يكون له بالجانب الإبداعي، حتى اللي بده يعمل بزنس أو شغلة جديدة فكرة جديدة، دائما هدول الناس بيواجهوا مقاومة لما يبلشوا من شغلهم، مقاومة من أنفسهم مش بس من العالم الخارجي. هاي المقاومة بتيجي على عدة أشكال، هي الشك بالنفس، الخوف، التسويف، تضييع الوقت، المقارنة، المثالية، النقد، نقدنا لنفسنا ونقدنا للناس. الناس ممكن تيجي كمان على هيئة اكتئاب أو على هيئة قلق حاد، تيجي كمان على هيئة عزلة، على هيئة الدراما، على هيئة أنه نعيش دور الضحية. كأنه الفنان هذا أو هذا المبدع بحرب، كل ما بده يجي يشتغل يواجه حرب بكل هاي العوامل اللي ممكن تلعب فيه وتأثر عليه وتبعده عن هذا الشغل. كأنه في مقاومة كتير قوية بسميها هو الريزيستنس، وبسميها أنه هاي هي العدو الأكبر للفنانين وللفن، وفعلا بسميها زي ما هو مسمي الكتاب The War of Art، حرب الفنون. كل هدول الفنانين بيواجهوا هاي الحرب كل يوم لما بيجوا بدهم يجوا يشتغلوا. أنا واجهت هاي الحرب، وعشان هيك اللي كان فترة ما عم بقدر أصور فيديوز، لأن كل مرة باجي بصور فيها أو بدي أصور أو بدي أعمل إشي كل هاي الأفكار بتيجيني، يجيني الشك بنفسي، بقدراتي، بالإشي اللي عم بقدمه، يجيني خوف من كتير أشياء، كل هاي أنواع المقاومة، التسويف، بصير أضيع وقتي بأشياء ما إلها لازمة. فتذكرت إني قرأت هذا الكتاب بأول هاي السنة ب2018، قرأته يمكن شهر فبراير، قررت إني أرجع له هلأ لأني عن جد كنت محتاجيته، قررت اني اعمل عنه فيديو عشان افيد غيري اللي كمان بيواجهوا هذا الاشي كل يوم. هلا مين الناس اللي ممكن تستفيد من هذا الفيديو؟ في اشياء معينه لما نعملها او لما نيجي نعملها او لما نكون فيها بتطلع هاي المقاومه كتير، وبتواجهنا هاي المقاومه وندخل فيها بهذا الحرب. هاي الاشياء هي اول اشي ما يكون عندنا موهبه معينه بدنا نشتغل عليها، ثاني شغله هي نشتغل برياده الاعمال، انه نطلع عمل او بزنس او اي اشي جديد، ثالث شغله هي انه نتبع نظام غذائي صحي او نظام غذائي جديد، انه نتغلب على اي عادة او ادمان معين، اي نوع من انواع التعليم، اي قرار بنتخذه للتغيير للافضل، واي قرار معين بالالتزام. يعني ببساطة اي اشي بيتطلب منا تغيير وبيتطلب منا انه نحط على جنب متعة لحظية ونقاومها عشان نقدر نوصل لمكسب وهدف اكبر واسمى. فلما نمر بهاي المرحلة بحرب هاي لازم نتذكر انه هاي المقاومة نقدر نستخدمها لصالحنا، بنقدر نستدل منها لما تكون المقاومة كتير قوية، انه المقاومة بتشتغل زي كأنها بوصلة بتدلنا على الاشي اللي احنا فعليا لازم نعمله، الشغلة اللي فعليا احنا بدنا اياها، زي ما سماها الكاتب الترو نورث، انه لما نحس المقاومة قوية من جانب معين، زي مثلا انا كان عندي خايفة اصور الفيديوهات، حاسة عندي شك بنفسي، شك بالمحتوى اللي انا بقدمه، لما احس المقاومة كتير قوية لازم رغم انه المقاومة موجودة استخدمها لصالحي واقول اوكي معناها هذا هو الاشي اللي لازم اعمله، لانه كل ما كانت المقاومة اعلى كل ما كان فعليا هذا الاشي احنا بدنا اياه وهذا هو الاشي اللي لازم نشتغل عليه. نفس الاشي الخوف، كل ما كان الخوف تجاه انه نشتغل على اشي اكثر كل ما لازم نعرف انه هذا الاشي هو اللي لازم نعمله وهو الاشي الاهم وهو الاشي اللي اذا عملنا
عملناه راح نقدر نوصل لمكان أحسن. حتى النقد لما ننتقد الناس اللي حوالينا كتير ولما ننتقد حالنا كتير هذا معناها أنه إحنا مقصرين بإشي معين بحياتنا، إلا لو إحنا عم نعمل الإشي اللي فعلا بهمنا بحياتنا ما رح ننتقد الناس ورح نكون بالعكس جانب مشجع للناس. إذا كان عندنا ملاحظات عليهم هتكون ملاحظات بأسلوب منيح مش بأسلوب نقد قاسي. لما كل ما نكون مننتقد الناس كتير ومنكون قاسيين بنقدنا بنكون إحنا فعليا مقصرين بإشي كتير بهمنا أنه إحنا نعمله. الناس بتقول أنه الاكتئاب والقلق هدول إشي ميديكال وهدول إشي طبي ولازم نتعالج، بس كتير من الأوقات زي ما بيحكي الكاتب 70% من حالات الاكتئاب والقلق هي مقاومة، أنه إحنا في إشي عن جد لازم نعمله وإحنا ما عم نعمله. الكاتب بيحكي لنا أنه إحنا عشان نكون مبدعين جيدين بسميهم professionals لازم نعرف أنه الخوف عمره ما رح يروح ونتصرف مع الخوف. وأنا عملت فيديو عن الخوف اللي ما حضره فيكم 5 حقائق عن الخوف حط لكم إياه بالكارد هون حضروه بعد ما تخلصوا هذا الفيديو. البروفيشنال اللي بيعرف إن الخوف دائما موجود وبده يتعامل مع هذا الخوف، والمقاومة دائما حتكون موجودة وبده يتعامل مع هاي المقاومة. البني آدم مش بروفيشنال بفكر إنه أنا لما الخوف بده يروح رح أبلش أشتغل ورح أبلش أعمل، بينما البني آدم البروفيشنال بيعرف إن الخوف عمره ما حيروح، ممكن يقل بجوانب معينة ويزيد بجوانب تانية، بس الخوف تجاه الأشياء اللي إحنا بنعملها والأشياء الإبداعية اللي بتنادينا دائما دائما حيكون موجود. لدرجة إنه في ممثل نسيت اسمه حط لكم إياه هون، هذا الممثل اشتغل بمجال الكوميديا لسنين كتير طويلة ولحد هلأ كل ما يكون عنده عرض معين أو مشهد معين دائما عفوا منكم استفرغ أو براجع قبل هذا المشهد من كتر ما هو خايف، بس هو متأقلم مع هذا الإشي، ما قالك أنا لا بدي أبطل. هو بيعرف إنه دائما وإلى الأبد حيكون في مقاومة ومتأقلم معاها وماشي معاها لهاي المقاومة. بالتالي عشان نكون professionals لازم زي ما بيحكي الكاتب إنه كل يوم we show up every day and we show up no matter what، لازم كل يوم نظهر كل يوم نشتغل على هذا الإشي الإبداعي اللي إحنا عم نعمله عشان نتغلب على هاي المقاومة. ولازم ما نربط حالنا كتير وقيمتنا بالشغل اللي إحنا بنشتغله. إحنا بنحب شغلنا شغلنا بيعكس جوانب فينا. أنا إذا اشتغلت شغلة معينة وطلعت سيئة ممكن أحسنها ممكن لأني بحبها أطورها، بس أنا ما بجي بقول عملت فيديو مش منيح معناها أنا مش منيحة. أنا إشي والفيديو اللي عملته إشي، أنا إشي وشغلي إشي، شغلي بحبه وشغلي بيهمني، بس مش بربط الايدنتيتي تبعي بالشغل. البروفيشنالز كمان بيضحكوا بشغلهم بيتسلوا ما بياخدوا دائما على محمل الجدية، حتى لو في إشي عملوه مش منيح بيضحكوا عليه وبيكملوا وبيستمروا. بس هذا هو اللي بحكي لكم عن هذا الكتاب The War of Art، من أحسن الكتب اللي قرأتها هاي السنة. هو كتاب قصير وصغير بس كتاب كتير مفيد، ولما احتجته عن جد رفع لي معنوياتي وخلاني أرجع أحب إني أصور وأرجع أتغلب على كل المقاومة اللي كانت جايتني. عشان نقدر نعمل لازم نضلنا نشتغل رغم هاي المقاومة وما نخلي المقاومة تأثر علينا، لأنه هو زي ما بيحكي الكتابة مش هي الصعبة أو الرسم مش هو الصعب، بس إنك تقعد تكتب أو تقعد ترسم هذا هو الإشي الصعب. وعشان تتغلب عليه بدك تجبر حالك إنك أنت تقعد كل يوم شو ما كانت الظروف. احكولي أنتوا إذا في إشي معين بتعملوه لما تعملوه بتواجهوا هاي المقاومة، وكيف بتتغلبوا على هاي المقاومة، وشو أنواع المقاومة الأكثر بتجيكم، خوف ولا تسويف ولا مقارنة ولا مثالية ولا دراما ولا دور الضحية. احكولي إياهم بالكومنتس تحت، خلونا ندردش مع بعض. وتأكدوا إنه ما فيكم إشي غلط إذا أنتوا بتمرقوا بهاي المرحلة، كلنا هيك، كل الناس اللي بتعمل إشي بتمرق بهاي المراحل وبيجيها نوع من أنواع المقاومة. وإذا أنت ما عم بيجيك نوع من أي نوع من أنواع المقاومة يعني لازم تشتغل على حالك أكثر أو تتحدى حالك وتعمل أشياء أكثر. فما تقلق كتير، أنت مش لحالك، كلنا معك وأنا معك. إذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا له لايك عشان أعرف إنكم أنتوا حبيتوه، واعملوا له شير إذا بتحسوا إنه في حدا من أصدقائكم ممكن يستفيد منه، اعملوا لي فولو على إنستغرام إذا بتحبوا نتواصل هناك، وما تنسوا تعمل سبسكرايب وبشوفكم المرة الجاي. باي.